يا شيخ بدر اسمع هذه الأبيات الجميلة من هذا المكان الجميل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك شفاء العليم. منصور تدريش معنى اسم الله المنان؟ اسم الله المنان هو ذو الهبات العظيمة والعطايا الوافرة الذي يعطي النوال قبل السؤال. الله، صدق الله عز وجل عندما قال ولقد مننا على موسى وهارون.